Get on your knees! 2.5 seconds to comply! 1, 2, 3. The good, the extreme, and the completely insane. Hold on! What you want, I got what you need. Now that's a team I can work with. You have no idea what you're up against. I go low. I'll go high. Every military satellite in the world has fallen into the hands of four very dangerous guys. We need someone who can move like them, fight like them. It's time to be a patriot. There are no more patriots, just rebels and tyrants. I'm Triple X. Let me simplify it for you. Kick some ass. Dope while you're doing it. Damn, it feels good to be back. Hello. Good morning. How are you doing? How are you doing? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد جدا وحيوي جدا وموسم جديد من موسم تعلم الإنجليزية من الأفلام والأناشيد. النهاردة بقى هنعمل تطور جامد جدا جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنتعلم، وفي تغيير كمان، هنتعلم من الأفلام ونطلع منها كذا شيء، نطلع منها قواعد، ونطلع منها كلمات، ونطلع منها مصطلحات، ونطلع منها expressions تعبير، وكمان نتسأل. يبقى عندك كل شيء، ونشوف ونسمع، يعني عندك everything، كل شيء. الآن يبقى احنا هنركز على 5 أشياء: المشاهدة، السماع، قواعد، كلمات، idioms، مصطلحات. 5 أشياء. يبقى انت كده مش محتاج اي حاجة، كأنك سافرت بالضبط مع الاجانب. Let's start now. تسمع الان مشهد وبالامريكي، طبعا احب اتكلم بريطاني ولكن انت تسمعه بالامريكي، واشرحه لك برضو بالامريكي، وبعد كده نكمل المسيرة. Just listen now. Three. The good, the extreme, and the completely insane. Hold on! What you want, I got what you need. Now that's a team I can work with. You have no idea what you're up against. I go low. I'll go high. ايه الزهب ده؟ اصبح الدرس سهل جدا. طبعا لان احنا في الموسم الثاني لازم يكون سهل. طيب هو قال ايه بقى؟ قال the extreme يعني شيء فائق، شيء the good, the extreme, and the completely insane. Hold on! What you want, I got what you need. The extreme. ليه بقى قال the extreme؟ طبعا لان extreme اولها ايه، والايه حرف متحرك، ذا تتحول الى the اذا جاء بعديها حرف متحرك. طب الزاب يعني قصدك ذا لو جاء بعديها حرف متحرك يبقى يعني تنكسر لتحت، كسر لتحت. متحرك حركها يكسرها لتحت، زي مثلا the orange. شوف ازاي the apple كده the. الله. انما خلي بالك وسكن الزاب تبقى ذا صح، ولكن في حاله واحده بس، ذا تبقى ذي لو جه بعدها ساكن اذا في تعظيم. يعني يقول لك ما يقول لك ايه بقى؟ long live the king يعني عاش الملك طويلا. long live the king تعظيم. يصير ده بعدها ساكن بس احنا بنعظمه،
طيب يبقى the extreme the extreme about the completely insane completely يعني جدا جدا بقى insane امسك بقى يبقى هو بيوصف الناس اللي معاه ان هم بقى ايه بقى ان هم the extreme فاكين جدا the completely insane the extreme and the completely insane hold on what you want I got what you need completely insane completely insane completely insane completely insane كلمة insane نطلع منها جواهر نطلع منها لقالق كلمة insane معناها شخص crazy شخص يعني مجنون بس بيعمل أفعال dangerous أفعال بقى كده dangerous يبقى الشخص الإنسان اللي هو الشخص اللي هو crazy مجنون بس مجنون ايه جنون المغامرة الخطورة طب أسهب طلع لي بقى منها جواهر بقى نطلع منها جواهر أول حاجة هنطلعها منها كلمة go أو بالبريطاني go خلينا بس بالأمريكي go أو مثلا go crazy يعني جن جنونه go mad go mad جن جنونه go nuts كلمة nuts يا زبدة كلمة nuts يعني نط على حاجة هو كده مجنون كلمة nuts يعني جوز الهند go nuts كأنه طلع شجرة بتاع جوز الهند عشان ايه مجنون عشان يجيب جوز الهند not go nuts يعني كده يبقى عندك go crazy go nuts إتلا عندك أو go nuts بالأمريكي go nuts go crazy إتلا عندك برضو أو تاني برضو أيوة عندك إتلا go bananas go bananas go bananas كأنه حاطط مستين من الجنون وبينطح الله يسلم على المصطلحات الكلمات الجميلة go bananas شو إزاي جنة جنون برضو كأنه مسك بنانا هنا وبنانا و go bananas go bananas يعني جنة جنون go bananas الله يسلم على حاجات النهاردة ايه الحاجات دي كلها انا عملت براك لا دخلها جمل بعد كده انا همشي بالدرس ودخلها جمل في مشاهد كمان مع اهلك بس خليك مؤدب خليك مؤدب احسن تضرب من الوالد طيب يبقى go bananas طيب ايه تاني برضو طب لو واحد بقى violent عنيف يعني مجنون بعنف جدا بقى بيسموها go berserk go berserk يبقى slowly تاني go mad جنة جنونه go crazy جنة جنونه برضو يبقى عندك go nuts not مجنون برضو go berserk يعني بقى يعني شخص أصبح يعني يحطم مجنون جدا طب يا سيدي أيهما أخطر جنون هل كلمة insane أخطر ولا go berserk طبعا go berserk هي الأخطر طبعا لأن فيها عنف مش خطورة بس ده خطورة مع عنف تمام يبقى عندك insane تمام go mad go nuts وعندك ايه go berserk طب يا سيدي أنا عايز أوصف الشخص اللي هو الشخص نفسه هو مجنون مش ضل يعني الشخص نفسه اقول بقى you're a nutter ايه ده نطقها حلو امريكي بقى you're a nutter you're a complete nutter انت شخص بقى nutter زي كلمه تويتر تي دي nutter انت شخص ها you're a nutter you're a complete nutter انت شخص بقى مجنون طب الزهاب دي على اي شخص على اي شخص طب لو واحد مجنون كبير بس دمه خفيف شويه يعني مجنون بس دمه خفيف شويه كبير في السن يعني واحد فتح التلاجة ونفسه في اللبن بدل ما يشرب لبن شرب مية ايه ده بيستهبل ده ولا ايه يبقى اسمه ناري جيم كلمة ستي يعني كبير في السن بس بيعمل حركات كده يعني فيها جنون وصبيانية كشوية يعني ناري يبقى نارر الشخص المجنون انما لما يكبر في السن ويشرب مية بدل اللبن هو نفسه في اللبن يبقى ناري الله يسيب ايه الجوهر دي ايه الحاجات دي عملت براك لا اتكلم كمان بيها توصف ايه اخوك الصغير يقول له اوه يور ا ناتر لو هو مثلا كب اللبن على جسمه انت مجنون ياد انت مجنون تمام الله اللغه جميله اللغه حلوه اللغه واو طيب يبقى عندك الهوت نسمعها من تاني 3 the good the extreme and the completely insane hold on What you want, I got what you need. Now that's a team I can work with.
Now that's a team I can work with. Now that's a team I can work with. Now that's a team I can work with. ها فهمت؟ أيوة سام، هو كده لقى ناس لقى تيم كده. الله، يبقى ممكن الفيلم أخمن، مش لازم أعرف كل كلمة، تمام؟ قال لي بقى قال now that's a team I can work with. Now اللي قبلها بسرعة قال now بالأمريكي يصنع now how cow، بس بالأمريكي السريع تبقى now شو زي now that's the team I can work with. Now that's the team، هذا هو الفريق. I can ما قالش بقى I can بالأمريكي، لا أنا I can أمريكي سريع بقى لغة الشارع. I can work with، شو زي I can work with اللي أنا إيه أعمل معاه. علي بقى فرحان بقى كده وبتسلم سمته حلوة. قال now that's the team I can work with. Now that's the team I can work with. Slowly. Now that's the team. قول معايا. I can work with. ضرب بقى. I can help you. I can. My darling. يا عزيزتي. I can help you. I can. ما تقولش بقى I can إلا لما تكون أنت عايز تأكد المعلومة. تمام؟ Yes I can. كده. تمام؟ الله على فكرة جميلة جميلة. طيب. يبقى أدي بقى. اسمعها كده اسمعها. Now that's a team I can work with. 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 الله نلاحظ جملة. I work with a teacher. أنا أعمل مع مدرس. يبقى work with يعمل مع. يبقى I work with a nurse. أعمل مع مريضة. I work with them. أعمل معه. وكلمة I work with them لها معنيين بلغة الشعر. يا إما I work with them اللي هم أو I work with them باللغة سلانج، لغة سلانج اللي هي أمريكي بقى سلانج لغة الشعر العامية دي، يعني بتبقى work with them يعمل معي أو يعمل معاهم. يا إما أقول I work with them كتأكيد على المعلومة، I work with them يبقى هم them تبقى M work with them أعمل معاه أو معاهم. الله على المعلومات والجواهر والدرع والحياة. تمام؟ طيب You have no idea what you're up against. 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 ها 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 قول صعبة قول هنا. قال له بقى أصمر، ده قال له بقى أصمر، قال له You have no idea what you're up against. You have no idea، ما عندكش أدنى فكرة. What you're up against. Slowly، حتى بقى You have، أنت ما عندكش You have no idea، ما عندكش أدنى فكرة. What you're up against، يعني أنت up against، ده مصطلح بقى. الله، يبقى up against يعني أنت up و against يعني أنت هتشوف مشاكل والعزة بالله وحشة، هتشوف حواجز وتشوف صراعات، انت كده هتطلع كده وهتلاقي انت ضد الناس. up يعني اعلى و against يعني ضد. What you're up against يعني انت مش عارف انت ايه اللي داخل عليه، داخل على مصايب وحواجز وصراعات و الله. You have no idea what you're up against. 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 No back what? لو سمعنا المشهد الآن من تاني هنطلع منه قاعدة. اسمع المشهد من تاني. You have no idea what you're up against. You have no idea. You have no idea. You have no idea. ها عرفت؟ أيوة سهل. قال له you have no idea. تمام. بعد كلمة no بيجي الشيء. يعني مثلا أقول واحد مثلا تعبان. أقول واحد تعبان. You have no power. شو إزاي؟ Go sleep. روح نام. فبس I have no power. أنا ما عنديش أدنى طاقة. I have no money. ما عنديش أي فلوس. No money. يبقى بعد كلمة no بيجي الشيء. طب الزاب ما قالش بقى I don't have any. I don't have any money. ما عنديش أي فلوس. I don't have any power. ما عنديش أدنى طاقة. إيه الفرق بقى؟
بلغه الافلام الاجنبيه مش عايزين الصعوبه دهيت، لان I don't have any. شو بس I don't have any هي نفس المعنى I have no I don't have any. I have no I don't have any. لا نفس المعنى، ولكن I don't have any تأكيد على المعلومة وتستعمل رسميا أكثر. إنما كلام الشارع I have no money، ما عنديش أي فلوس. I have no power، ما عنديش أدنى طاقة. شو إزاي؟ I have no idea، ما عندي أقول كده idea ما عنديش إيه أدنى فكرة. طب خليها بقى بالتأكيد أو الكلام الرسمي I don't have any idea، I don't have any power. شو إزاي؟ I don't have any money. I have no. I don't have any. وبعدها الشيء. I have no. وبعدها الشيء. I don't have any. وبعدها الشيء. I have no. كلام شارع. I have no. كلام شارع. إنما I don't have any لمعنيين، كلام الرسمي وتأكيد على المعلومة. الله. درس جميل جميل جميل. باقي بس حتة واحدة بس ونخلص الدرس. يا سلام حتة. هسألك. أيوة. رجع الدرس التاني وتعالى لي. أرجعوا من تاني، أيوة عشان أسألك الآن، أرجعوا من تاني وتعالى. I'm waiting you, I'm waiting you here. مستنيك هنا، يلا hurry up. One, two, three. The good, the extreme, and the completely insane. Hold on. Show what you want, I got what you need. Now that's a team I can work with. You have no idea what you're up against. I go low. I'll go high. Are you ready? مستعد؟ Are you ready? مستعد؟ يلا. Hurry up. بسرعة بقى. أقول لك أول حاجة. عايز أقول أنت تكون مجنون. لا أنا بحصر بس. مش أنت. أنت اللي قدامك يعني. تقول له أنت مجنون. تقول له قدامك. قول له زي بقى. Come on. صح. You're a nutter. You're a complete nutter. You're a nutter. You're a nutter. You're a complete nutter. تمام. طب لو جدك مثلا عمل حركة دهوت، جدك الكبير في السن عمل حركة ومثلا قاعد يهزر معاك هزار كده دهوت وجنوني شوية، هتقول لي ناري ناري ناري. تمام. طيب غيرها. عايز اقول لك مثلا يا سيدي اقول لك بقى ما عندكش اي فلوس. Yes. You have no money. ما عندكش أي طاقة. You have no power. ما عندكش أي فكرة. You have no idea. You have no idea. You have no money. You have no power. الله الله. طيب عايز أقول مثلاً هذا هو الفريق اللي عمل معي. أو هذا هو الفريق الذي أستطيع أن أعمل معي. تمام. This is the team I can work with. This is the team I can work with. طب عايز اقول مثلا انا اعمل مع مدرس. Yes, I work with a teacher. I work with a teacher. تمام. الله درسك جميل ودرسك رائع. عايزك تكتب لي جمل تحت هنا في التعليقات وتقول لي انت تقترح عليا فيلم ايه اعمله لك او مشهد من فيلم ايه ومثله لك وتطلع منه القواعد والآلة والجواهر دهيت. وانت النهارده يا بصراحه كنت يعني كنت عن a real nutter. كنت فعلا مجنون. a real nutter لازم كده والدرس عايز كده عن جنون. تمام. اقول لكم بقى شد حيلكم وربنا معاكم. يلا بقى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما قدرتش للاسف يعني ما قدرتش اوصل الموسيقى بالفيلم، هي بس اللي غيظاني كلمه انا 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 ما قدرتش اوشها. ف يعني قدر الله ما شاء فعل. شد حيلك واكتب لي تعليقات وطبق اللغه وما تخافش. وقول لك شد حيلك وخلي عندك will إرادة عشان يبقى there's a way عشان يكون هناك طريق. تمام. طيب شد حيلك وربنا معاك. وانا يعني اي تعليقات اي شيء اكتبها تحت وانا معاك للنهاية ان شاء الله عز وجل. يلا بقى اسمع المشهد كله على مهلك واسمع وركز وشوف انت فهمت ايه من المشهد كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Get on your knees. You have 3 seconds to comply. 1, 2, 3. The good, the extreme, and the completely insane. Hold on. Show what you want, I got what you need.
Now that's a team I can work with. You have no idea what you're up against. I go low. I'll go high. Every military satellite in the world has fallen into the hands of four very dangerous guys. We need someone who can move like them, fight like them. It's time to be a patriot. There are no more patriots, just rebels and tyrants. I'm Triple X. Let me simplify it for you. Kick some ass. Dope while you're doing it.